السلام عليكم متابعاتي الحبيبات، راح نشارككم اليوم مع بروتيني هذا تاع المساء، وهو عشاء خفيف ظريف تاع الصيف. ونبداو على بركة الله. حندير تشوكة عادية جدا، نحط قيس ربع مغارف تاع الزيت إليو، المائدة عفوا، ونحط توابل. أولا نحط هذا الفلفل الكحل، بعد نحطو ميلونج هذا تاع توابل راس الحانوت، هذا اختياري برك، تحبي تحطيه تحبي ما تحطيهش. هذا ما عندي، بس نشوفو نحطو شويه زنجبيل، هاو زنجبيل شويه برك الزنجبيل، فنديرو نداويوها كيما نقولوها حنا، شويه زنجبيل، ونحطو الكركم. هادو كل التوابل هادو اختياريه برك، هاو الكركم ما نكثروش بزاف كيما قلت لكم لا فوا باسي. هادو كل التوابل هادو اللي حطيت الكركم وسيرتو الكركم وكتاسمو والزنجبيل، ملاح لصحة الإنسان. ومن بعد نبداو نبقطو هذه الغاز، نبقطوه هاي نبقطوه بعد نحطو سامحوني الساع خلي حتى يغلى الساع. درك نحطو البصله، ها البصله راس كبير حبه كبيره، قلت نشارك متابعاتي بهذا الروتين المسائي. روتيني نخليوها تتقلى شويه برك، ونزيدو نحطو الفلفل، الفلفل الحلو، هاو الفلفل الحلو مقصوص عشوائي ماهوش مقصوص بالقد، تسمى عريض ماشي مقصوص هكا ابتدائي، لي طخونش هكا مدورين هليلات هكا. نخليه حتى يتقلى مليح مليح، يتقلى ودوك نغطيه تما، نغطيه دوك نغطيه ونخليه يطيب على راحته، ومن بعد نولي لكم الفيديو. اوتخو طون اني قصيت الطماطم والخيار والبصله، حنديرها سلطه، سلطه مع الكومباني هذا تاع التكتوكه، بيسك في الصيف هذه هي الماكله تاع الصيف، نديرو لي سالاد بزاف فاري. ودوك نحط لهم بعد دوك نحط لا فينيغريت، انا نحط لو نحط لا فينيغ برك وزيت عرب فقدا، لا نحط لا ملح لا حتى حاجه، كلش صحي بيسك الفلفل الكحل والملح ما يجيوش همش صحيين. ومن بعد نولي لكم الفيديو. ما دبلت البصله والفلفل الحلو، ها
دبالو، نحطو الطماطم درك، حب قصوصة دي بتيدي هكا، ونخليوها الطيب في غرضها، ونغطيوها درك، نحركوها مليح هكا يدخلوا في بعضهم، ومن بعد نغطيوها ونخليوها طيب مع بعضها. ومن بعد نولي لكم الفيديو. بعد ما حطيت الطماطم بدات تطلق هكا في لاصوص تاعها، نمعسوها هكا بالمغرف باش تطلق لاصوص تاعها جيدا. ومن بعد قبل لا طيب خلاص 100% نحطوا لها ثلاث صوص ثوم مربيين. ها داك الثوم خديوها يا الدخان، ما فيهاش الروح سما، باه تطلق هذاك النكهه تاعها تاع الثوم، وتعطينا البنه هذيك تاع الثوم، البنه هذيك في التكتوكه هذه تاع الفلفل الحلو والبصله والطماطم. ومن بعد نولي لكم الفيديو. هاي درك طابت ان شاء الله، طابت، نحطوا لها زيت عرب، نطفيو عليها السير، ها ونحط لها زيت الزيتون. اون جينيرال نقولوا زيت الزيتون، حنا لهنا في قسنطينه نقولوا زيت عرب. بون، نزيدو نحركو تحريك على زوج، ها شويه نحركوهم في بعضاهم بيسك. الزيت عرب بيزيد لها بنه ونكهه تهبل. بون، نروح نجيب طبق التقديم. ها درك نحطوه في طبق التقديم. ونتمنى تجربوها متابعاتي العزيزات، وهي هذه لا غوسيتي تاع لبنان، يعني هزيتها على تاع لبنان، ماشي تاع بكري، هذه تاعنا تاع بكري تاعنا زي. وهذه لا غوسيت تاع فيتافيت تاع لبنان. وهذا هو الفيديو تاعنا، لا روتين تاعي تاع العشيه، ورايحين ناكلوها بالكسره تاع المطلوع. روتين تاعي مسائي، تيك توكا بالمطلوع، تيك توكا بالمطلوع وسلطه باغي وتيك توكا. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، وما تنسونيش في اللايكات والاشتراكات، وتفتعلوا الجرس لياتيكم كل جديد من عندي، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى.